وعايزين نتكلم برضو عن تاني الروح العظيمة اللي كانت عند الجماهير. وعلى فكرة ناس كتيرة جدا أشادت بالنقطة دي، سواء في الصحف المصرية أو حتى في الصحف الجزائرية، ناس كتيرة جدا اتكلمت عن هذه الروح المحترمة والتشجيع الراقي لحد نهاية المباراة. فعلا كان مشهد جماهيري يمكن نقدر نقول ما شفناهوش مع المنتخب من 2010، وجيل أكيد الثلاثية التاريخي اللي مش هيتعوض فعلا. ده بقى عايزينه يستمر في كل المباريات. وعايزين كمان هنا نتكلم عن تجمع جماهير جزائر ومصر، فكرة في ملعب واحد كان ليه يعني زي ما حضراتكم بصوا بقى، بصوا المشهد الجميل ده. على فكرة الصورة دي انتشرت بشكل كبير جدا جدا على السوشيال ميديا، وناس من بلدان عربية مختلفة مش بس من مصر والجزائر كانت بتتكلم، مشهد جميل. وعايزين كمان يشوفوا ده بين الجزائر والمغرب في الماتش القادم وغيره وغيره من المباريات اللي هتجمع دول عربية ببعضها، والروح القديمة الجميلة اللي احنا متعودين عليها، ومفيش أي تجاوزات، الكل شجع، وهي دي كرة القدم الحقيقية، وهي دي كرة القدم اللي احنا نعرفها، جماهير فعلا يعني في روح المدرجات. واحنا كمان هنشوف بإذن الله زي ما كنت بقول لحضراتكم مباراة قوية جدا في ربع النهائي بقى بين المغرب والجزائر، ودي برضو هتبقى كده زي ما بيتقال نهائي مبكر في البطولة عشان نشوف متعة كروية حقيقية، ومنتخبنا يوصل بإذن الله لنصف النهائي ونكمل بقى مشوارنا في المونديال العربي.